السلام عليكم، اهلا من جديد في عمارة الحاج رمضان. يوم رمضاني حلو سعيد جميل، كله فرحه وسعاده. كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضانكم كريم. يلا بينا النهارده العماره بتاعتنا او الشقه اسف بتاعتنا فيها ضيفه هتكلمنا عن شويه عادات وتقاليد، لان هي عامله ماجستير وشغاله فيها كمان عن مشاكل المراه النوبيه. هنا ياتي دور عماره الحاج رمضان انه يدعمها ويقف معاها ويشجعها كمان. وفي شقتنا النهارده من عماره الحاج رمضان قصه جديده وحدوته جديده، اسوان واهل النوبه الكرام، حواديت كتيره وقصص كتيره. طول ما احنا ماشيين مع بعض وكل يوم في شقه واحنا طالعين السلالم كده بنلاقي ناس عظيمه وناس جميله. النهارده انا معايا دكتور زيزي، عندها شويه معلومات كده وهي من اهل النوبه الجدعان الحلوين، هنتعرف عليها الاول. يا مساء الفل. مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. وانت بألف خير يا رب. عايز اتعرف عليكي عن قرب بقى ست زيزي. انا زيزة عز الدين، باحثه ماجستير كليه خدمه جامعه اسوان. بعمل ماجستير موضوعي خاص بالنوبه، بس حاولت اطلع بره الحاجات المعتاده عندنا في خدمه اجتماعيه، مشاكل وكده. حاولت اربط دراستي بالمجتمع النوبي بتاعي، لان انا اصلا من عشاق النوبه. فعملت موضوع بيدرس الضغوط الحياتيه اللي بتواجهها المراه النوبيه العامله بالحرف اليدويه، وان شاء الله باذن الله الرساله تكمل على خير، وقريب باذن الله اناقش الرساله. ربنا يجعل وشنا حلو عليكي. بس لو طلبت منك في عجاله تقولي لي ايه الضغوط دي اللي بتعاني منها المراه النوبيه في موضوع الحرف اليدويه؟ هي بتعاني ضغوط نفسيه وضغوط اجتماعيه، ضغوط اسريه، سواء كانت الاسريه طبعا هي بتطلع يعني على حد علمي، وان انا واحده من المجتمع هنا هي بتسيب البيت الصبح بدري وبتطلع ما ترجعش غير اخر الليل، فبيكون عندها مسؤوليات اطفال وزوج وبيت واسره كامله. وكمان يعني بالاخص لو كانت هي المراه المعيله الوحيده في الاسره بتاعتها، فده بيشكل لها ضغوط كبيره جدا يعني. وفي برضو ضغوط تانية، هي بتشتغل بيكون التسويق بتاعها مرتبط بفترات معينة من السنة اللي هو الموسم السياحي، بعد كده المنتجات بتاعتها بتبقى في حالة من الركود التام، فما بتلقاش فرصة ان هي او مجال تتصرف في المنتجات اللي هي عملتها. انت عايزة تعملي مثلا زي تنشيط سياحة داخلي بقى؟ وغير كده يعني هي بتقعد تفكر، طب انا هعمل كده ازاي، طب انا هصرف على بيتي ازاي، وبالذات ان اغلب الرجالة هنا في النوبة معتمدين على الدخل السياحي. لما ما يكونش فيه سياحة الدخل ده بيقف، مصدر الدخل بيقف، فهي يعني بتعتقد او بتفتكر ان شغلها ده ممكن يعني يدخل لها دخل زيادة مع زوجها او مع اخوها اللي في البيت، مع ابنها اللي موجود معاها. فطالما المصدر الدخل ده وقف والموسم قفل، هي بتبقى في حالة يعني ضغوط، يعني ضغوط كبيرة جدا. يعني بتبقى في حاجة كده، ايه عجالة يعني، انا طب انا هصرف ازاي، طب انا هشيل البيت معهم ازاي. فانا كخدمة اجتماعية ودوري كخدمة اجتماعية ان انا بساعد المجتمع ككل، عايزة اوصل لتصور مقترح ازاي انا ممكن من خلال التصور بتاعي بتاع الرسالة اقدر اوفر بعض النقاط المعينة ان هي تمشي عليها، او مثلا القرى النوبية عندنا يمشوا عليها، يدوا محاضرات ندوات على حسب النقاط اللي انا هطلع بيها من نتائج الدراسة بتاعتي. انا بتمنى لك ان شاء الله التوفيق وان شاء الله ماجستير ودكتوراه موفقين ان شاء الله يا دكتور. باذن الله. باذن الله يا رب. طيب انا مش هسيبك كده غير لما اشارك شوية حاجات كده عن النوبة. اول حاجة يعني انا زائر، عايزك تقولي لي واحنا في الشهر الكريم شهر رمضان، النوبة بتتميز ايه في رمضان؟ ايه اللي بيميزها؟ هو اول حاجه طبعا اللي بيميزنا الطقوس اللي بتحصل قبل رمضان. مش هقول لك زينه وبيزينوا بيوت بيزينوا شوارع، احنا عندنا انتوا لا، الدنيا متزينه طول السنه يا دكتور. يعني الدنيا عندنا بالفعل هي متزينه كطبيعه، عندنا متزينه، بس اللي بيحصل عندنا اما السيدات بيجمعوا بعض قبل رمضان بشهر او شهر ونص، بيبداوا يحضروا في اللي هو المشروب المعتاد عندنا اللي هو الابري ده كمان يعني ليه قصه طويله جدا، يعني مش بس مشروب بيطلع للنور وبيتشرب، لا ده بيكون ليه طقوس معينه. هما في القريه كل مجموعه جيران او القريه لو كانت صغيره بيجمعوا بعض السيدات والبنات وبيبداوا يعدوا للطقوس دي. اول حاجه هما بيخمروا العجين بتاع الابري، مشروب الابري، كل يعني بيحددوا ايام معينه، بيقولوا مثلا احنا الاسبوع ده عند فلانه هنعمل الابري بتاعها، الاسبوع اللي بعده كلنا هنتجمع عند فلانه. فالقريه بتاخد زي شهر شهر ونص، وهم يعني بيفضلوا مستمرين يا
يعملوا عند واحدة معينة. أنا عايز أعرف ليه المشروب ده مقدس؟ لأن أنا تقريباً طول ما أنا بصور للبرنامج الكلام عنه بحب، وبحس الناس بتتكلم عنه كده بنوع من العشق، لدرجة أن أنا اشتريته عشان يعني أجرب. عشان المشروب ده هو عندنا من بداية ظهور النوبة وأيام النوبة القديمة، تقريبا هي دي تعتبر يعني هي الحاجة الوحيدة أو أكتر حاجة احنا حافظنا عليها من التراث وبقينا مستمرين عليها لحد دلوقتي. عشان كده مش يعني كفاية الحاجات اللي اندثرت مننا، فمش عايزين حاجات تانية تندثر يعني أكتر من كده. وغير كده يعني وقت تنفيذ المشروب ده، وقت الإعداد بتاعه ده بيخلق نوع من الحب والألفة بين الناس، فكون انك انت تجمع القرية كلها وتفضلوا موجودين فده بيخلق نوع من انواع الحب والتعاون الموجود في القرية. طيب ندخل بقى رمضان، احنا كده ما قبل رمضان، رمضان ايه اللي بيحصل؟ في رمضان بقى برضو بيكون فيه تجمع برضو، بس بيبقى بعد صلاة التراويح، فالسيدات بيتجمعوا برضو عند بيت حد معين في القرية فبيتصمروا لحد ما ميعاد السحور يجي. ده بيبقى في العشرة الأولانيين أو أول 15 يوم من رمضان. والأطفال برضو بيتجمعوا في نفس مكان السيدات، فالأمهات بتكون موجودة بتتصامر ويتونسوا مع بعض وكده لحد السحور، والأطفال في نفس المكان اللي بيمارس لعبة اللي بيمارس هواية، بيبقى كلهم متجمعين يعني في جو كل حب. يعني الخمستاشر يوم الباقيين من رمضان فهم بيحرصوا ان هم يعتكفوا في المسجد لحد ميعاد السحور برضو. فاول لما يجي ميعاد السحور فكل واحده بتروح على بيتها بيبداوا يجهزوا وجبه السحور وكده. اخر خمس ايام بقى بيجهزوا للعيد، بيكون بقى في خبيز عيد وكده. هو ما فيش اكلات بالتحديد معينه او حاجات زي طقوس الابريق، هي كلها حاجات عاديه كلها مخبوزات وحاجات زي كده، بس بيبقوا حريصين ان هم يعملوا الشعريه اللي هي باللبن ولا شعريه؟ لا الاول بيعدوه عادي وبيجمعوه في كراتين يخلوه في البيت لحد يوم العيد وبيوزعوا بقى. مش يعني انا ما اعملش شعريه عشان اخليها في بيتي بس، لا انا بعمل عشان اوزع لجيراني، اوزع تتهادوا بيها اوزع لقرايبي بس. فواحده واحده ظروفها ما سمحتش ان هي مثلا تعمل الشعريه، انا بهديها مثلا بهديها بكميه من اللي انا عملتها. فنيجي يوم العيد بقى بعد الصلاه فالشعريه دي بقى بتبدا للظهور بقى في انا هاجي يوم العيد ازورك بعد الصلاه. ان شاء الله باذن الله تنور. العيد برضو مرتبط بالجواز، اول ما يجي العيد بقى تلاقي كل جواز 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 بقى، وناس عماله خطوبات وزفاف وكل حاجه. نروح لشويه عادات وطقوس خاصه بالجواز في النوبه، تحكي لي عنها، تخص النوبه تحديدا. هو قبل العيد بيكون في تجهيزات للفرح، ده بيكون بعد الفطار. بعد الفطار بيجمعوا عند بيت العرس اهل القريه كلهم، بيفضلوا يجهزوا في الحاجات اللي هي مطلوبة بقى، يجهزوا بيت العروسة، يجهزوا المخبوزات اللي بتتعمل والهدايا اللي هيتم تبادلها ما بين العريس والعروسة. كل الحاجات دي بتتجهز خلال ليالي رمضان، يعني 30 يوم دول كلهم البيت أو القرية اللي بيكون فيه فرح فبيفضلوا 30 يوم دول بيجهزوا الحاجات دي. أول حاجة بيجهزوا الهدايا اللي هم يهادوا بيها أم العريس. طبعاً بتهالي دي لازم أهم حاجة، لو ما تهدتش مش هنعرف مش هيأكلوها بس. بيفضلوا يجمعوا الهدايا دي، ففي مثلاً في مجموعة بنات بينزلوا السوق بيشتروا الهدايا، مجموعة تانية بتكون موجودة في البيت هم المسؤولين عن التغليف والحاجات المعتادة، وفي مجموعة تانية من السيدات بقى هم المسؤولين عن الخبيز اللي بيتم إعداده عشان يروح عند بيت العريس أو لأم العريس بس. ففي الآخر مجرد ما هم جمعوا الحاجات دي كلها كل الناس دي بتكون موجودة في بيت العروسة، فبيجهزوا كل حاجة فبيودوها بقى في آخر يوم في رمضان اللي هو ليلة الوقفة، بياخدوا بعضهم بقى عند بيت العريس، بيكون في عزومة هناك عند بيت العريس فبياخدوا الهدايا دي بيطلعوا بيها بقى. يا دكتور زيزي أنا اتشرفت بالقعدة معاك النهاردة وعلمتيني حاجات حلوة جدا من العلم ما شاء الله الغزير اللي عند حضرتك. أنا أسعد والله، نورتنا ونورت أسوان كلها وحضرتك. طيب بقى في خير يا رب.
خلصت شقتنا النهاردة من عمارة الحاج رمضان، كل يوم في الشهر الكريم من داخل أسوان، يعني قصص وحواديت كتيرة جدا. تقدروا تتابعونا على فيسبوك راديو 9090 ويوتيوب.com/راديو 9090 فم، أو كمان تسمعوا اللقاء أوديو فقط على راديو 9090. كل سنة حضراتكم طيبين، رمضان كريم.